بالنسبة لشركة الموقع، احنا معناها موقع فريق صحفي تقريبا مهند، تلقى معناها صحفيات، تلقى يعني اللي يعملوا في الإدارة، تلقى اللي يخدموا معناها في المونتاج، كلهم بنات معناها نساء. الحقيقة معناها نخدم بصفة عادية، نخدم يعني نمشي للمهمات الصعيبة والمهمات السهلة، نغطيو ميدانيا، نخدمو في الليل في النهار في كل الأوقات. لكن بصفة عامة لاحظت أنا حسب تجربتي المهنية توا تقريبا أكثر من 8 سنوات، ثم مؤسسة إعلامية أخرى تمييز بين المرأة الصحفية والصحفي الرجل، ثم استغلال اقتصادي كبير معناها في بعض المؤسسات الإعلامية، ثم معناها ديما يقلوا من شأن المرأة الصحفية، يعطيوها المهمة السهلة، يبقى في الصحفي المهمات الصعيبة، سافر البرة، يمشي يخدم في الليل، يمشي يغطي الاحتجاجات الليلية. ولو انه زاد بين قوسين فما صحفيات خرجوا غطاو معناها برا الاحتجاجات الليلية، فما تحرش جنسي بشهادة بعض الزميلات سواء كان داخل المؤسسة الإعلامية وإلا حتى معناها لما تخرج الصحفي للعمل برا في التظاهرات، في المظاهرات، في الاحتجاجات الكبيرة، تعرض للتحرش من المحتجين، من المتظاهرين، حتى من الأمنيين في حدهم. طبعا برشا شهادات تقول انهم تعرضوا يعني للمضايقات هذه والتحرش. اليوم لازمنا نكونوا اليد في اليد، كل يعني المهتمين وكل الداخلين في قطاع الاعلام والصحافه لحمايه المراه الصحفيه اللي باش تاخذ حقها اكثر، باش تخدم عليها كيفها كيف الرجل، تكون متساويه معاه في الاجر، في التكليف، في التكليفات والمهمات الصعيبه، وفي كل يعني الامور الاخرى.